الأخت سلمى تقول: المرأة يا شيخ إذا كانت ناسية وطافت وهي منقبة ولابسة للقفازين ماذا يلزمها؟ إذا كانت ناسية فليس عليها شيء، أما إذا كانت متعمدة يكون عليها الفدية، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فيكون عليها الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. نعم. لها فقرة أخرى تكون في مكة، تذبح الشاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.